خمسة أيضا ذاكر كلام بدون مفرد. نجي صفحة 14. صفحة 14 نهاية الفقرة 14 ذاكر مصادر. الأول مصدر مع الكلام، ثاني مصدر مع الفأر، مع الآن يعني مو مع استخدام البحوث اللي على الفأر وعلى الإنسان، بحوث كثيرة جدا هذا الموضوع ممكن يعني تستشير به، يعني ما في داعي للاستناد على البحوث اللي على الفأر. الباحث الأخير اللي هو نيلسون 2008 ليس له علاقة بالموضوع. الباحث الاخير اللي هو نيلسون 2008 ليس له علاقه بالموضوع. دكتوره، يعني احدى الاليات لخفض الدهون هو عمليه الموت المبرمج للخلايا، يعني هذا اللي هناك المرتبط له قدره على التاثير على بروتينات باكس بروتين، وهذا الباكس بروتين دكتور ياثر على ما اغشيه الميتوكوندريا، يزيد من نفاذيه اغشيه الميتوكوندريا، فراح يتسبب بخروج سي بروتين او يسمى سامس بروتين داخل الميتوكوندريا، هذا راح تاثر على بروتينات تسمى بروتينات الكاسباس، بروكاسباس راح تحولها من الشكل الغير نشط الى الشكل النشط، الشكل التاسع يتحول الى الشكل الثامن ومن ثم الى الشكل الثالث، هذا الشكل الثالث راح يسبب الموت المبرمج للخلايا الدهنيه، فراح يفعل انزيمات حاله ضمن الخلايا الدهنيه فيسبب الموت. لا دكتور بس هذه الفقره بنقول خطا يعني. دكتور احنا كفر وزن، نعم من تقول لي خفض وزن اقول لك الشركات تركب 20 سنة على مود تزيد 10 غرام. نعم. مو بس هو دكتور مو يخفض الوزن، هو يأثر على الدهون يعني على وياك دكتور، بس هو يعني الدكتور طارق هم أخونا وأستاذنا نوه إنه أكو بعض يعني اختصارات مواد مغذية، مواد مغذية كل فوليك أسيد حديد وكل شيء حقنا، كل شيء جربه. صح ولا لا دكتور؟ فهذه لا تختصر على أنت كاتب 150 صفحة إذا جداول يعني وارقامها جدول رقم فلان، انا الجدول اعرفه انت مسميه بالقائمه قائمه الجداول، صح ولا لا دكتور؟ بل جدول رقم اثنين انا اعرفه جدول قائمه الجداول. نعم. فانت هنا رقم تسلسلي وهنا صفحه، فيعني يا ريت من المتن تخلصنا منها. كذلك. المصطلحات المقدمه معنويه تجي حسابيه، لا معنويه بالرابع معنوي. فانتم ليش ما قلتوا لي شنو الفرق بين البوينت بوينت او 2 او اي او 2 عن الاو 3 او 4؟ يعني او 4 افترض اكثر تركيز الماده، قصدي تركيز الماده صار اعلى عندنا. شو هو تركيز المعامل بهالتركيز هذا اعطت هذا النتيجه؟ قد يكون الاعلى نتائج سلبيه، قد دكتور النتيجه مثلا الاعلى مثلا الخمسه، لا الخمسه مثلا والثلاثه شنطه. ايضا ها يبكي ايضا بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت اللجنه المؤلفه بموجب الامر الاداري المرقم كذا وناقشت طروح الطالب الدراسات العليا الدكتوراه قيس محمد عبد الرحمن قسم الانتاج الحيواني في كليتنا الموسومه لتاثير حقن البيض بمستويات مختلفه من اللينولينيك المرتبط في الاداء الانتاجي وبعض الصفات الفسجيه والنسيجيه لفروج اللحم. في تمام الساعه 9 من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 في قاعه المرحومه الدكتور رمضان احمد الطيب. وقد اخذت اللجنه بالنظر لاعتبار الجهود العلميه المبذوله من قبل الطالب واستخدامه المراجع ودفاعه عن اطروحته واسلوب بحثه والنتائج التي توصل اليه، وعليه قررت ما يلي: اولا قبول الاطروحه كجزء من متطلبات شهاده الدكتوراه في علوم الانتاج الحيواني واجراء وبعد اجراء بعض التعديلات عليها خلال مده لا تتجاوز الشهر. تقدير مستوفي.